مساكم الله بالخير مشاهدين الكرام على قناة إس بي سي ومستمعين على إذاعة الرياض، وكالمعتاد نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج تم نبدأها بمتابعة لأهم الأخبار. طبعا اليوم ربما لا حديث يعلو عن اكتتاب أرامكو بعد موافقة هيئة السوق المالية السعودية حول طرح الاكتتاب في السوق المالية، حيث عقدت عملاق النفط العالمي السعودي مؤتمرا صحفيا صباح اليوم الأحد، وضحت فيه أنه سيتم تقديم سهم مجاني للمكتتبين عن كل 10 أسهم يشترونها عند الاكتتاب بما يصل إلى 100 سهم مجاني، وأبانت كذلك أنه يحق للسعوديين ولمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الأجانب المقيمين في المملكة الاكتتاب على أسهم أرامكو. أحاديث كثيرة تدور حول هذا الاكتتاب. معنا باتصال هاتفي الأستاذ عبد الله الربدي الكاتب الاقتصادي. عبد الله، اليوم ربما يعني تم الإعلان على يعني موضوع اكتتاب أرامكو، والكل يترقب بالتأكيد هذا الاكتتاب. كيف شفت المؤتمر الصحفي؟ كيف شفت يعني الخطوات الاستباقية للبدء بطرح أرامكو أو جزء من أرامكو للاكتتاب في المملكة؟ وجزاك الله بالخير والسادة المشاهدين. الحقيقة أنه يعني أخيرا تم الإعلان رسميا عن تواريخ أو على الأقل طرح الشركة بشكل رسمي، وموعد نشر المعلومات، وحتى أو تحديد السعر النطاق السعري فيما بعد. الحقيقة طبعا اكتتاب أرامكو، اليوم احنا نتكلم على شركة لا يمكن أن تصفها بالعادية، هي غير اعتيادية من أول شيء كمحور رئيسي لمصدر الطاقة حول العالم، لذلك الجميع يترقب الاكتتاب اليوم. ثاني شيء، الاكتتاب يهم كثير السعوديين بسبب طبعا حساسية الشركة ويعني وجوده وارتباطهم العاطفي في هذه الشركة منذ زمن يعني بدأ الدولة السعودية. فبالتالي اليوم احنا نتكلم على شيء حدث فعلا غير اعتيادي، والاكتتاب راح يمر بمراحل قد تكون شوي غير اعتيادية على المواطنين، من الحوافز اللي راح تكون للمكتتبين وغيرها وغيرها اللي تم الإعلان عنه. طيب. بالتالي أعتقد اليوم حنا راح نمر بتجربة جديدة مع اكتتاب أرامكو. طيب أسألك يعني أول شيء، وش القيمة المضافة فعلا لاكتتاب أرامكو لو نتحدث عنها باختصار على اقتصادنا وكذلك يمكن على أفراد اللي يمكن يكتتبون؟ والأمر الثاني، لماذا وضع تحفيز لمن يعني يمتلك ويتمسك بالأسهم خلال 180 يوم بسهم تحفيزي؟ طيب خليني أقول لك أول شيء وش اللي ممكن تسويه أرامكو في الاقتصاد أو ما أهمية هذا الاكتتاب. إيه؟ أول شيء كاكتتاب إتاحة الفرصة للمواطنين في المشاركة في شركة زي شركة أرامكو، هذا الحد ذاته راح يكون حافز وراح يكون يعني مطلب لكثير من المواطنين. إيه؟ هذا من ناحية. من ناحية أخرى، اليوم احنا نتكلم على السوق السعودي ومزايا السوق السعودي، طبعا احنا نتكلم على الشركات اللي في السوق المالية، لكن واقع الأمر هذه الشركات في السوق المالية لا تعكس حقيقة طبيعة الاقتصاد السعودي المعتمد على النفط بشكل كبير، يعني ما تعكسها. لذلك وجود شركة أرامكو ودخولها إلى مؤشر السوق السعودية سوف يعطي مقياس ومرآة حقيقية حول طبيعة الاقتصاد السعودي اللي هو المعتمد على النفط. فبالتالي هذه واحدة من الأشياء اللي تعادل وتعيد توازن السوق السعودي من ناحية وجود شركة بترولية حقيقية موجودة في السوق وتداولها المستثمرون. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، وجود السهم الحافز اللي أعلن عنه للمواطنين، إيش الهدف منه؟ الحكومة تخشى أن يكون السهم عرضة للمضاربات فيما بعد الاكتتاب وتداوله، فبالتالي كحافز للمواطنين السعوديين بين قوسين فقط انهم يبتعدون عن المضاربه في هذه الشركه خلال 180 يوم، ان يكون لهم من اكتتب في الشركه يكون له سهم مقابل كل 10 اسهم الى حد 100 سهم
فيما بعد ال 180 يوم كمكافأة له لعدم الدخول في مضاربات على سهم الشركة، مما يؤدي فيما بعد قد يؤدي إلى أضرار أو يشوه حركة السهم ويعطي يعني مؤشرات غير جيدة. فبالتالي الواحدة من المحفزات على فكرة يعني الموضوع وطرح جديد لم يسبق له. جميل. عبد الله يمكن وقتي قصير يعني، أنا عندي يمكن موضوع، لكن باختصار توقعات لسعر السهم، سعر الطرح يعني للسهم، هناك من يقول $10 للسهم، هناك من يقول أكثر أقل. اي نعم، طبعا سعر السهم يعتمد على التقييم. اذا تكلمنا على 2 تريليون دولار كما كانت تطمح له القياده، فهو راح يكون بحدود $10.37 للسهم. لكن في حال انه كما ترددت بعض الاخبار والتسريبات انه راح يكون ما بين التريليون ونص وتريليون و700 وتريليون و800، فحنا نتكلم على $28 حتى $32، وقد يكون انزل شوي من ال 28. بالتالي هذه كل التكهنات انا ما ودي صراحه ادخل فيها حتى يتم تبيان بالانتظار. كلنا بانتظار لهذا الحدث اكيد الاقتصادي الكبير. شكرا لك عبد الله الربدي الكاتب الاقتصادي، ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام، بس حبينا نغطي هذا الحدث اللي هو حديث الناس في مجالسهم، بل حديث هو يمكن وكالات الانباء حتى العالميه عندما تحدث عن اكتتاب عملاق النفط العالمي ارامكو. فاصل، وبعد الفاصل كما وعدناكم راح نتحدث وباسهاب عن نظام الجامعات الجديد، وش القيمه المضافه له، كيف يمكن ان يطبق، كيف يمكن ان يضيف لجوده التعليم العالي ولمخرجاته في سوق العمل، تفاصيل كثيره على طاولتكم بعد الفاصل. يا أهلا فيكم من جديد. الليلة على طاولة التم كما وعدناكم راح نسلط الضوء على النظام الجديد للجامعات اللي أقر الأسبوع الماضي من مجلس الوزراء، واللي المؤمل فيه أن يحقق نقلة نوعية في مسيرة الجامعات السعودية على أسس من التمكين والتميز والجودة والمساهمة كذلك في تطوير العملية التعليمية والبحثية، رفع كفاءة الإنفاق، تنمية موارد الجامعات والقدرات البشرية فيها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. تفاصيل أكثر وربما استفهامات عند البعض حول هذا النظام، راح نحاول أن نزيل هذه الاستفهامات على طاولة تم بعد ما نشوف هذا التقرير. اعتمد مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز نظام الجامعات الجديد الذي يتكون من 14 فصل ويشتمل على 58 مادة. تفتقد الجامعات والتعليم العالي إلى مراكز اتخاذ قرار ما كانت موجودة، وأعتقد أن النظام الجديد الآن سوف فعلا يعطي الفرصة إلى أنه فعلا يكون اتخاذ القرار بدرجات أفضل مما كان في السابق، ولكن الحقيقة سوف ينقل التعليم العالي والابتكار والإبداع والبحث العلمي وريادة الأعمال والوصول للقطاع الخاص وعلاقة الجامعات بالقطاع الخاص إلى المقدمة إن شاء الله. النظام الجديد يتيح للجامعات تفعيل مواردها الذاتية ويسمح لها بإنشاء الأوقاف وتأسيس الشركات، إلى جانب خلق فرص وظيفية لأبناء الوطن في الجامعات على أساس من التنافسية. أبرز ملامح النظام هو المرونة، وليست مرونة منفتحة تماما، إنما هي مرونة مقننة بحيث تسير في أطر محددة ولا تخرج عن نظام محدد مرسوم، ولكن عادة المرونة في كافة الأمور تتيح الإبداع أكثر. مجلس شؤون الجامعات سيكون بعضوية عدد من الجهات الحكومية وممثلين عن القطاع الخاص،
ومجالس استشارية دولية لتوسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرارات. لا شك بأننا مساهمون ومسؤولون مسؤولية كبيرة كأعضاء هيئة التدريس في نجاح هذا النظام وتحقيق تطلعات الدولة والقيادة ورؤيتها الحكيمة 2030. سيسمح النظام الجديد بافتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل المملكة لزيادة التنافسية في رفع كفاءة منظومة التعليم الجامعي. لبرنامج تم، عبد الله القري. أرحب بضيوفي في الاستوديو، معالي الدكتور أحمد العامري مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكذلك الدكتور محمد الصالح أمين عام اللجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي. بكم على إن شاء الله ضيوف بعد قليل يشاركونا كذلك تناول هذا الموضوع. دكتور أحمد، أبدأ معك. النظام الجديد للجامعات يعني البعض يعد خطوة تاريخية في مجال التعليم، إيش أبرز ميزاته التنظيمية والتعليمية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية نتقدم إلى مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين حفظهم الله على دعمهم للتعليم العام والتعليم العالي، وهذا النظام ما هو إلا ثمرة من ثمرات الجهود التي تبذل على مستوى الدولة لتطوير التعليم في بلادنا الغالية. والشكر أيضا موصول إلى معالي وزير التعليم وإلى فريق عمل الوزارة الذي عملوا على هذا النظام وأخذ محطات مختلفة، سواء كان في مجلس الشورى أو في هيئة الخبراء أو في اللجان العديدة التي عملت على إخراج هذا النظام ليخرج بشكله الحالي. الحقيقة النظام له مكتسبات كثيرة حقيقة، إضافة إلى ما كان موجود في النظام السابق. هذا النظام يحقق الاستقلالية المنضبطة. كثيرا ما كانت الجامعات تطالب بأن يكون في هناك استقلالية مالية وإدارية، يعني ما في مركزية في الموضوع. سيكون هناك مزيدا من الاستقلالية في هذا الأمر، وسيتيح هذا النظام للجامعات بناء لوائح الإدارية والمالية طبعا من خلال مجالسها المختلفة، بدءا من مجلس الجامعة ثم مجلس الأمناء وانتهاء بمجلس شؤون الجامعات. هذه النقطة طبعا ستمكن الجامعات من الكثير من الأعمال التي ستتيح لها القدرة على التعامل مع القضايا الخاصة بها. نقطة أخرى أنه هذا النظام سيمكن الجامعات من إقرار خططها وتخصصاتها وبرامجها المختلفة الأكاديمية، وهنا ستكون أكثر استجابة لمتطلبات سوق العمل والاحتياجات التنموية. لأنه بس أوقفكم مع بعض النقاط يمكن لأن فيها استفسارات، يعني معناته يمكن جامعة من الجامعات توقف تخصصات، توقف كليات، تفتح كليات، تفتح برامج بناء على يعني ما يقر مجلس الأمناء، صحيح؟ لا، في البعض لابد أن يصل إلى مجلس شؤون الجامعات، مثل إنشاء الكليات، دمج الأقسام، إنشاء أقسام جديدة وما إلى ذلك، لأنه سيكون مجلس شؤون الجامعات المسؤول عن السياسة العامة للدولة فيما يتعلق بالتعليم. أما فيما يتعلق في البرامج التعليمية، برامج على مستوى قسم أكاديمي، إنشاء برنامج ماجستير أو برنامج دكتوراه أو برامج دبلومات من هذا القبيل، أنا أعتقد أنه هذا ممكن يكون يتم على مستوى الجامعة، سواء على مستوى مجلس الجامعة أو على مستوى مجلس الأمناء حسب طبعا ما نص عليه النظام. فهذا سيجعل الجامعات أكثر استجابة للاحتياجات التنموية ولسوق العمل، يعني يكون هناك في سرعة في إحداث مثل هذه البرامج والتفاعل. أول كان طريقتهم يرفعون للوزارة وشغلانة طويلة، ولا كيف؟ تأخذ وقت طبعا لأنها تمر من مجلس الجامعة وتذهب إلى الوزارة ثم تعرض على اللجنة المؤقتة اللي هي تقوم. جميل، يعني اختصرنا المسافات الآن وصار القرار بيد يعني مجلس أمناء الجامعة يرفعها. الشيء الآخر أنا أعتقد أنه الأهم هو وجود تمثيل في مجلس الأمناء من القطاع الحكومي ومن القطاع الخاص ومن خبراء. هؤلاء يفترض أنهم يعكسون احتياجات المجتمع للبرامج، وبالتالي سيكون هناك نوع من الحوكمة على ما تقدم الجامعة من تخصصات وبرامج إلى سوق العمل. وهنا نقطة أيضا أعتقد أنها أهم من أنه فقط اللي هو إقرار مثل هذه البرامج. اليوم سيكون في هناك حوكمة لما تقدمه الجامعات إلى سوق العمل، لأنه الآن في مشاركة في صنع القرار،
سواء كان على مجلس الأمناء أو حتى في مجلس شؤون الجامعات، وهذا نعتقد أنه سيجعل الجامعات أكثر استجابة لمتطلبات التنمية المختلفة ومتطلبات أيضا سوق العمل. طيب بنكمل حنا، يعني نعرف يمكن في بعض النقاط، لكن دكتور يعني عارف أنه الخط الزمني لهالمشروع مشروع نظام بدأ أتوقع من عام 1426 ومر بتحولات إلى أن خرج لنا هذا النظام. إيش هي التحولات يعني اللي مر فيها النظام حتى أقر بشكله الأخير؟ تمام، يعني خلنا نقول عندما رفع النظام عام 25-26 لم يكن النظام المقصود فيه هو نظام الجامعات. في ذاك الوقت كان أطلق عليه ما يسمى بنظام، إذا ما تخني الذاكرة، نظام المجلس الأعلى للتعليم في 25-26، ونوقش حتى في مجلس الشورى. كان التوجه في ذلك النظام هو أن يكون هناك مجلس باسم المجلس الأعلى للتعليم ويشرف على التعليم العام والعالي والتقني، كافة الأنواع الثلاث من التعليم، ولكن لأسباب معينة يمكن ما توجه النظام، واستمر العمل بنظام مجلس التعليم العالي إلى أن يمكن قبل 3 أو 4 سنوات مع بدء رؤية المملكة 2030 جاءت التوجيهات السامية لوزارة التعليم بأن تبدأ الوزارة بإعداد نظام يسمى بنظام الجامعات وينطلق من مرتكزات رؤية المملكة 2030. وبالفعل بدأنا العمل في الوزارة على أكثر من جبهة، مع الجامعات، مع القطاع الخاص، داخل الوزارة. كان هناك لجان متعددة طبعا في البداية، وبعد ذلك كانت أيضا إسهامات المجالس الأخرى أيضا، حتى في محققهم مجلس الشؤون الاقتصادية، هيئة الخبراء، كلهم الجميع شارك في هذا النظام. ولكن للأمانة النظام عندما ننظر إلى كل مادة من مواد هذا النظام نجد أنه يعتبر انعكاس دقيق الكثير من الرؤى التي تضمنتها رؤية المملكة 2030. نتحدث عن الفاعلية داخل مؤسسات التعليم الجامعي، نتحدث عن الحد من الهدر، نتحدث عن تحقيق الكفاءة المالية لمؤسسات التعليم الجامعي، تنمية القدرات البشرية، نتحدث عن تنمية القدرات أيضا، نتحدث عن خصخصة كثير من الجوانب اللي من الأهمية أن, 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 أن نبدأ موضوع الخصخصة فيها، نتحدث أيضا عن موضوع الاستقلالية واللي تفضل فيها الدكتور أحمد، وأنا أعتقد أن هذه تعتبر من أهم المنطلقات في هذا النظام. الخصخصة تقصد بها دكتور أنه قد يدخل مثلا رجال أعمال ومستثمرين في الجامعات؟ خليني أقول لك أنه إحدى مواد هذا النظام نصت بالحرف الواحد أنه من حق الجامعة بأن تنشئ شركات خاصة لها، ومن حقها أن تدخل في شراكات مع شركاء من القطاع الخاص، ومن حقها أن تستثمر في أسهم الشركات. هذا بحد ذاته هالانفتاح هذا على القطاع الخاص. في السابق ترى ما كانت الجامعات، بالأمان الدولة لم تقصر، الدولة أنشأت مدن جامعية كلفت مليارات. صحيح، في غيرنا من الدول هناك استثمار لهذه المدن الجامعية على الرغم من أنها لا تقارن لا من بعيد ولا من قريب بما تتمتع به جامعاتنا. تساؤلات كثيرة ممكن بركز عليها يعني وتكون الأجوبة قصيرة. ما شاء الله المشروع النظام مواده يعني متعددة، وكل ممكن مادة من المواد تحتاج إلى وقفة. بعد الفاصل يا أهلا فيكم من جديد، نتابع حديثنا حول نظام الجامعات الجديد. أرحب بمن انضم معنا دكتور محمد العنقري الباحث والكاتب الاقتصادي، ورحب كذلك معي بالاتصال الهاتفي الآن مع الدكتور عبد الرحمن داود مدير جامعة القصيم ورئيس لجنة مراجعة النظام نظام الجامعات. حياك الله دكتور. مرحبا، مساك الله بالخير أستاذ خالد وضيوف الكرام. حياك دكتور. في تساؤل يعني الآن مع منح كثير من الصلاحيات للجامعات، وقبل شو يمكن كان حديثنا عن موضوع الحوكمة، كيف يمكن يضمن الحوكمة والشفافية في ظل هذه الصلاحيات والاستقلالية اللي منحت للجامعات حتى نضمن فعلا تحقيقها للمستهدف؟ بداية أشكر لكم إتاحة الفرصة والمشاركة في البرنامج، و أرفع أسمعيات الشكر والعرفان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين
وسمو ولي عهد الأمين على إقرار النظام الجديد للجامعات، والشكر موصول أيضا لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد الشيخ على حرصه ومتابعته لإنجاز وإقرار هذا النظام، ولجميع الزملاء حقيقة الذين شاركوا في الإعداد و المشاركة بآرائهم وخبراتهم في بناء هذا النظام. فيما يتعلق حقيقة بالحوكمة كما أشار الزملاء في بداية الحلقة، هناك حقيقة مزيد من الحوكمة في النظام الجديد من خلال مجلس الأمناء الذي سيكون نقطة أساسية في التحول في من خلال هذا النظام. هناك أمور كثيرة سيقترحها مجلس الجامعة وتقر من مجلس الأمناء، ومن أهم ما سيقر مجلس الأمناء اللي هي ميزانية الجامعة التي كانت تقر من قبل مجلس الوزراء ثم أصبحت الآن في هذا النظام من صلاحيات مجلس الأمناء بعدما طيب طيب طيب, طيب دكتور، يعني يمكن الاعلان عن نظام خطوه رائعه، لكن مجلس الامناء هناك من يتساءل يعني وش الفيصل، وانه الفيصل بيكون مثل مجلس الامناء، طريقه اختياره، يعني تعيين اعضائه، تنوعهم، كفاءاتهم، يعني هل وضع معايير معينه تضمن فعلا تحقيقه لمسؤوليته ومهامه؟ مجلس الأمناء، بس علشان يعني نعرف ما هو مجلس الأمناء، مجلس الأمناء يتكون من يعني 4 أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي، و3 أعضاء من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص في المجال المالي والاستثماري والنظامي، وأيضا رئيس الجامعة، وثلاثة من أعضاء هيئة التدريس الجامعي يرشحهم مجلس الجامعة. رئيس الجامعة لا يمكن أن يكون رئيس مجلس الأمناء، سيكون مجلس الأمناء يرأس من 4 الأعضاء من ذوي الخبرة أو من 3 أعضاء من القطاع الخاص، ويتولى مجلس الأمناء مجموعة حقيقة من المهام. مجلس الأمناء يتم تعيين أعضائه من قبل رئيس مجلس الوزراء، لا يتم لا من خلال مجلس الجامعة ولا من خلال مجلس الجامعة، وأقصد يعني لا يقترح مجلس الجامعة هذا الأمر أو هذا التعيين، وإنما يتم من خلال مجلس شؤون الجامعات ومعالي وزير التعليم باقتراح يرفع لرئيس مجلس الوزراء. طيب شكرا 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 لك يا دكتور عبد الرحمن الداود مدير جامعة القصيم. دكتور محمد حيك الله معنا. الله يحييك. يمكن من ملامح هذا النظام انه كيف يمكن يساهم النظام الجديد للجامعات في تخفيض الكلفة التشغيلية، وكيف حتى كذلك انه يمكن هناك تواجد استثماري من خلال الشركات اللي منحها أو منحت صلاحيات الجامعات أنها تدخل في شراكات وتفتتح شركات كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على الاستضافة وشكر للأساتذة الأفاضل. طبعا نحن ننظر الآن إلى الجامعات على أنها ترفع ميزانياتها بناء على احتياجاتها، ويكون دور إدارة الجامعات في أن تسير الخطة التشغيلية الموجودة حاليا بمعزل عن الوفر أو حتى النظر في النفقات أو أفضل كفاءة للتشغيل، لأن التقييم يكون بمعيار آخر، هم مشغولين في نسب القبول وعدد المقبولين وإلى آخره من توفير الاحتياجات اللازمة للعام الدراسي. الآن الجامعات أصبحت تختلف عن السابق بأنها أصبحت تنظر إلى نفسها على أنها ليست فقط منشأة تعليمية بل أيضا هي منشأة اقتصادية، وهذا معروف عالميا. الجامعة عندما تدخل مدينة تراها تعزز من اقتصاد هذه المدينة، حتى تشوف الدول الأوروبية مدن يعني نشأت بسبب جامعات. بالضبط، هناك مدن ما لم تعرف إلا من خلال جامعات. الجامعات تستطيع أن تنقل الكثير للمدن، ومن أهم ما تنقله هو رفع الناتج الإجمالي أو المحلي لهذه المدينة، وهذا يأتي من خلال المنظومة التي تعمل فيها الجامعة من ناحية تحسين
اقتصاد هذه المدينة، لأن هناك موظفين وكادر تدريسي، وهناك أيضا إيرادات تحققها الجامعة. اليوم الجامعات لا تنظر إلى جانب الإيرادات إطلاقا، هي تنظر فقط أنها لديها ميزانية تشغيلية تريد الحصول لها حتى تستطيع أن تنجز ما هو مطلوب منها. النظام الجديد هذا النظام اختلف الآن، وأصبحت الجامعات يجب أن تضع بالمعيار كيف ترفع من إيراداتها، بل أنه في النظام أصبح هناك موجود إعانة حكومية، وهذا يعني أن الحكومة ستسد الفارق ما بين ما ستحصله الجامعات من إيرادات وما ستحتاج لتغطية نفقاتها في طبعا السنوات الأولى. عالميا كل الجامعات لديها استثمارات، يعني سواء استثمارات وقفية أو الأعمال التشغيل الأخرى. اليوم لدى الجامعات رأس مال بشري ضخم جدا. بس أنا وش نوع الشركات اللي ممكن تدخل فيها الجامعات؟ هناك الكثير من الأعمال التي يمكن تدخل بها على حسب اختصاصها. هناك ممكن أن تنشئ شركات استشارية لاستشارات اجتماعية اقتصادية وعلمية. نعرف أن هناك مثلا شركات الأدوية على سبيل المثال في العالم تعتمد على جامعات في أبحاثها من ناحية الأدوية، وهذه الجامعات تنشئ شركات التي تسمى البايوتكنولوجي وغيرها، تملكها كثير منها مملوكة لجامعات أساسا. فأيضا هناك رأس المال البشري، الأساتذة في الجامعات هؤلاء ليسوا مدرسين عاديين، هؤلاء يستطيعون أن يقدموا الكثير، ولا يمكن حصر إمكانياتهم فقط في قاعات الدراسة، بل يجب أن يستفاد منهم حتى ينعكس عليهم حتى ماديا، بأن لا يبحث عن عمل خارجي أو يخرج من الجامعة عندما يجد هناك فرص من خلال ما تتيحه الجامعة من استثمارات يمكن أن ترفع من إيراداتها، وبالتالي تصبح الجامعة كما ذكرت لك هي منشأة اقتصادية بالإضافة إلى أنها منشأة تعليمية. جميل. طيب دكتور أحمد، يعني القرار نص على أنه 3 جامعات سيطبق عليها أو تطبق هذا النظام لمدة سنة تجريبية. الجامعات الأخرى هل يمكن تستفيد من مواد النظام؟ هو طبعا بحكم النظام نظام جديد، أنا أعتقد أنه كانت فكرة رائعة جدا أن يبدأ النظام بتطبيقه على 3 جامعات ثم يقيم طبعا تدريجيا، ومتى ما نجحت التجربة يفترض أن ننتقل لمرحلة ثانية بحيث أنه يطبق على المجموعة الأخرى الأكثر استعدادا أيضا للتعامل والتفاعل مع هذا النظام الجديد، ثم ينتقل إلى بقية الجامعات. أنا أعتقد أنه الجامعات يفترض أن تكون على المدى الزمني مستعدة لتطبيق النظام الجديد، لكن أنه بس مش كده عندنا، خلنا نتكلم بكل صراحة، تفاوت في مستوى الجامعات. هذا صحيح. أنا أقول يعني يفترض أنه يعني، وأنا أعتقد النظام مجلس شؤون الجامعات سيقيم وسيضع آلية لاختيار 3 جامعات الأولى، لأنه نجاح 3 جامعات الأولى وخطة التحول من النظام القديم للنظام الجديد ستساهم في التعرف على أهم التحديات التي ممكن تواجه عملية التطبيق، ثم ننتقل إلى المجموعة الثانية اللي سيطبق عليها. هذا نعتقد أنه يحتاج إلى مدى زمني معين، يعني لا يقل عن أقول 5 سنوات، ممكن يكون أكثر من 5 سنوات. 5 سنوات يعني على بدء جميع الجامعات تطبيق هذا النظام؟ لا، أنا أود أقول أول 3 سنوات ذي أنا أعتقد أنها فترة ربما تكون تجري، ممكن أنه ينجح النظام من البداية وبالتالي يعني نقصر في الزمن، وممكن أنه بالفعل نحتاج إلى التعامل مع التحديات خاصة البداية الأولى. إذا نجح مع 3 جامعات الأولى ثم انتقل إلى خلينا نقول المجموعة الثانية ونجح فيها، أنا أعتقد أنه حيكون سريع جدا أن ننتقل لبقية الجامعات. صحيح أنه في جامعات الآن أكثر استعدادا، في جامعات لا تزال حديثة وربما تحتاج إلى بعض الوقت أن تكون تحتضن في النظام الحالي. بس الحين من السنة القادمة ستبدأ الجامعات الثلاث بالتطبيق. أنا قبل ما يعني نشير لها النقطة، أنا ودي أكمل، أنا أذنت لي. الآن النظام حيطبق على 3 جامعات، حيبقى 25 جامعة و 24 جامعة. إحدى أهم الخطوات اللي نستطيع أن احنا نزيل الجاب ما بين هالثلاث جامعات وما بين بقية الجامعات حتى تستطيع أنها تلحق في الاستفادة من النظام الجديد، هو أنه اللوائح اللي موجودة الآن، لوائح مجلس التعليم العالي اللي هو لوائح النظام الحالي، هذه كلها الآن خلال الأيام القليلة القادمة بدأنا من الآن بالتنسيق مع الجامعات من أجل تشكيل فرق عمل، من أجل عقد ورش، من أجل إعادة صياغة كافة اللوائح اللي موجودة بحيث أنها
تتقارب مع نظامها، نقربها تماما الى المضامين اللي يعني موجوده في النظام الجديد، وبالتالي بشكل غير مباشر نستطيع هنا ان احنا نبدا في تطبيق هذا النظام الجديد على كافه الجامعات بما يسمح به النظام. طيب دكتور، متى متوقع 3 جامعات السنه القادمه تبدا بالنظام؟ طيب اقول لك في تساؤلات ترى مراحل تدرج النظام. انا اقول لك طال عمرك الان صدر بقرار مجلس الوزراء اليوم يعني عمم على الجامعات المرسوم الملكي الذي صدر به اللي هو الاداه صدور هذا النظام. طبعا النظام لا يعتبر افكتيف، لا يعتبر نافذ الا بعد نشر في الجريده الرسميه، وهذه متوقع ان تكون قريب يعني يمكن في اقرب وبعد صدور توقع اللائحه التنفيذيه. لا بس هو بعد ما يصدر في اللائحه مشروع النظام بعد ما يصدر تبدا فتره 180 يوم هذه يبدا المجلس يجتمع ويبدا في صياغه كثير من الامور المتعلقه بالمجلس. من ضمنها تحديد الثلاث جامعات اللي تفضلت فيها. بعد نهايه الست اشهر اللي هي 180 يوم تبدا بعد ذلك فتره سنه مع الثلاث جامعات اللي يقرها مجلس اللجنه اللي تقوم بمجلس بالضبط اللي حددها مجلس شؤون الجامعات. طيب احنا حنكمل بعد الفاصل في تفاصيل اكثر. نكمل حديثنا عن نظام الجامعات. في تساؤلات كثيرة يمكن حتى بنطلع حتى بعض التغريدات مشاركة المشاهدين فيها، بس خليني أسألك يا دكتور محمد كم سؤال سريع وأبي أجوبتها مختصرة عشان ناخذ أكثر عدد من الأسئلة. خليني أبدأ بالطلاب. الطلاب والطالبات يسألون سؤالين، هل نفهم من هذا النظام أنه الدراسة بتصير برسوم؟ وهل معنى ذلك أنه بتوقف مكافآت الطلاب والطالبات؟ هذا كله لا علاقة له بالنظام أبداً. الأمور هذه كلها كانت لها قرارات مستقلة تماما عن النظام، ولو رجعنا إلى نظام مجلس التعليم العالي اللي صدر عام 1414 وافكتف إلى اليومنا الحاضر لم نجد أنه تطرق لا للمكافآت ولا للرسوم، وبالتالي حتى هذا النظام الجديد اللي صدر لم يتطرق. لكن قد تقرر مثلا جامعة من الجامعات كون لها استقلالية مثلا، هل مثلا جامعة من الجامعات تحط رسوم مثلا؟ اي نعم. هل يمكن هذا وارد اذا بدأ تطبيق النظام؟ لا، الاستقلاليه اللي عاد تسمح للجامعه بانها تحجب رسوم او تفرض يعني مبالغ على مرحله بكالوريوس الا بعد خلينا نقول لك عقود من الزمن. لكن ترى الاستقلاليه ترى يعني اللي راح يحققها هذا النظام لا نعتقد انها يعني من يوم واحد انه كل جامعه سوف تتخذ من القرارات ما يخرج عن المنظومة الحكومية اللي بالفعل من الأهمية. طالما أن الجامعات الآن تعتمد في تمويلها 100% على لا، فأنا أعتقد أنه من الأهمية أن تمنح الاستقلالية، ولكن هذه الاستقلالية يجب أن تكون منظومة. إذن لا علاقة بالنظام بمكافأة طلاب مستمرة والطالبات ولا في رسوم على الدراسة الجامعية. هي أعضاء التدريس يسألون بعد، لأنه نصف النظام أنه يعني تعاقد أنهم ينتقلون إلى التأمينات الاجتماعية وعلى نظام العمل. يعني قاعدين يتساءلون كيف بتكون الاليه، ويمكن كنا نسولف قبل شوي احنا والدكتور محمد انه لنفترض حنعرف اعضاء هيئه التدريس منهم من هو في السن الكبير 55 سنه ونظام التامينات 60 سنه نظام التقاعد مثلا. تمام. كيف بيصير وضعهم؟ خلينا اقول لك فيما يتعلق ايضا كثر الحديث يعني عن موضوع نظام العمل. بالنسبه للنظام الجديد، اولا لو هناك فرق ما بين نصوص النظام وما بين الاداه التي صدر بها النظام. عندما ننظر إلى الأداة التي صدر بها النظام وهي قرار مجلس الوزراء، أكدت بأنه جميع منسوبي الجامعات من أعضاء هيئة التدريس وموظفين وفنيين سوف يستمرون على مراكزهم القانونية، سوف يستمرون على السلالم التي يعملون لها عليها، وسوف يقوم مجلس شؤون الجامعات بوضع ترتيبات معينة دراسة معينة تكفل تحقيق مصلحة عضو هيئة التدريس. لن يجبر عضو هيئة التدريس على الانتقال لنظام العمل أبدا. يخير؟ لا، سوف يخير، ولكن بكل تأكيد مثل ما تفضل أخوي محمد قبل شوي أثناء البريك، هذا الموضوع سوف يدرس مع عدد من الجهات من ضمن التأمينات، من ضمن التأمينات بما يضمن عدم تضرر أعضاء هيئة التدريس. لن يتضرر بكل تأكيد، ولكن العشم أنهم يحفزون أكثر. سوف يكون هناك مزايا معينة لمن ينتقل بكل تأكيد إلى
نظام التأمينات الاجتماعية. هذا يمكن قد يكون سابق لأوانه. بالمناسبة هناك عدد من القضايا المهمة أعتقد أنها هي نص عليها ولكنها تحتاج إلى دراسة ودراسة متعمقة جدا من قبل المجلس. طيب دكتور يعني أحمد، أعضاء التدريس هم بالتأكيد كنز كل الجامعات، والجامعات متقدمة تحرص على أن يكونوا ذو كفاءة عالية. كيف هذا النظام يعني سيسهم في أن الجامعات تحفز أعضاء هيئة التدريس لديها أنها كذلك في استقطابها، وكيف آلية استقطاب الكفاءات المتميزة من أعضاء هيئة التدريس؟ بالتأكيد، وطبعا حسب النظام الجديد أنه سيكون هناك لوائح مالية وإدارية وأكاديمية جديدة، وإذا كانت العلاقة حتكون علاقة تعاقدية بين الجامعة وبين عضو هيئة التدريس، أنا أعتقد أنه هنا لابد أن يكون في هناك بالفعل تحفيز للمتميز. أما غير المتميز فالعلاقة التعاقدية السنوية ذي ستخرج من هو غير متميز وسيبقى المتميز. يعني قد تستغني بعض الجامعات عن بعض كوادرها التدريسية؟ أنا أعتقد أنه طالما هناك علاقة تعاقدية بين الجامعة وبين عضو هيئة التدريس أو أي موظف من الموظفين اللي على أساس العقود، يفترض يكون هناك مستهدفات للعمل، يفترض يكون في هناك مقياس لكفاءة الأداء. فإذا لم يرتقي المنسوب الجامعة سواء كان عضو هيئة التدريس أو موظف إلى هذا المستوى المتوقع منه في الأداء، فنعتقد أن الجامعة ستكون في حل من أنها تستمر العلاقة التعاقدية معه. بالضبط مثل الآن العلاقة التعاقدية اللي جالسة تصير بين الجامعة وبين العضو هيئة التدريس المتعاقد بعد التقاعد أو عضو هيئة التدريس غير السعودي. أنا أعتقد أنه هذا ودسميها واحدة من الركائز الأساسية اللي ممكن أن تطور أداء الجامعة وتجعلها أكثر تنافسية، بمعنى أنه عضو هيئة التدريس سيكون متوقع منه أداء أفضل سواء تعليميا أو بحثيا أو حتى فيما يتعلق بدعم الموارد المالية للجامعة. وهنا أنا أعتقد أنه سيرتقي مستوى استخدام الموارد البشرية في الجامعة، سيزيد كفاءة أدائها، وبالتالي ستنعكس على كفاءة أداء الجامعة وعلى تميزها وعلى تنافسها عالميا. وهذا اللي يميز الجامعات. بيكون عند الجامعات مرونة أكثر في استقطاب الكفاءات وعندها أكثر من طريق للتعاقد معهم؟ أنا أعتقد أنه نعم، في ظل وجود مثل هذا النظام ستبحث كل الجامعات على استقطاب أفضل الكفاءات. وأنا أتمنى أن يكون الوطنية بالتأكيد طبعا الوطنية هتكون رقم واحد وهي أول، يعني هي اللي ستكون مستهدفة. لكن إذا لم نجد كفاءة وطنية، هذه الجامعة في نهاية الأمر يفترض أن تقدم خدمات للمجتمع وتخدم المجتمع، فممكن يكون في استقطاب لكفاءات من خارج الوطن. طيب دكتور محمد، دائما كنا نتكلم عن مخرجات التعليم العالي لا تتواءم مع سوق العمل، وأنه جزء من مشاكلنا في موضوع البطالة أنه طلع عندنا خريجين في مجالات السوق ما يحتاجها. تتوقع هذا النظام قد يغير المعادلة؟ بالتأكيد، ويجب أن نأخذ المسألة بمنظارين. يعني أولا، طبيعة الاقتصاد السعودي في السنوات الماضية على مبدأ الخطط الخمسية، ما ينفذ منها وما لا ينفذ، كان يركز على أعمال إنشائية وبنى تحتية رفعت من حجم مثلا قطاع التشييد والبناء، وهذا يعني أنك تعتمد على عمالة عادية لا تحتاج إلى مؤهلات. هذه الجزئية مرتبطة في طبيعة الاقتصاد وما يولده من فرص عمل. لكن الآن مع الرؤية أصبح هناك قطاعات نشطة تحتاج إلى تخصصات كثيرة. الجامعات كانت محكومة بطريقة تقليدية في عملية يعني اعتماد الأقسام أو الكليات أو إلى آخره، وهي لا تستثمر مبانيها بالشكل الجيد ولا إمكانياتها أيضا بالشكل الجيد. هي ممكن أن تستثمر ذلك بطريقة أفضل. فاليوم الجامعات تستطيع أن تتواءم مع احتياجات سوق العمل. اليوم لدينا آلاف مؤلفة من الوظائف التي ستلغى عالميا، حتى يقال أنه مثلا في عام 2030 مليارين وظيفة ستفقد، ولكن سيتولد مكانها وظائف جديدة على التقنية والذكاء الاصطناعي وما تطور فيه حاليا الوضع في العالم. فيجب أن تواكب الجامعات، وإلا تصبح يعني تعليمها تعليم متأخر جدا جدا، ويعني لا يمكن أن يستفاد منه. فعملية الربط تحتاج إلى مرونة لدى إدارة الجامعة. اليوم إدارة الجامعة حتى تحول كلية معينة مثلا
لترفع نسب القبول في تخصص معين وتستفيد من هذا المبنى، لا أعتقد أنها تستطيع يعني أن تحقق ذلك بسهولة. إذا طبق النظام وعمم على كل الجامعات خلاص ما عاد في ذيك البيقراطية السابقة اللي تخلي كثير من الجامعات أنها تغير تبدل، خلاص الحين الكرة في أي جامعة تدرس سوق العمل في منطقتها وعلى مستوى المملكة وتستطيع أن تتواءم مع هذا التحول، خصوصا أن مثلا على سبيل المثال لدينا مناطق تتميز اقتصاديا بجوانب معينة فيها ميزة نسبية زراعية تنافسية. أو صحيح. سياحية أو كذا، نجد أن الجامعة تدرس كل التخصصات وهي لا تحتاج إلى ذلك، يعني بمعنى أنها يمكن أن تركز على تخصصات معينة تخدم وترفض المنطقة، بالإضافة إلى الانكشاف المهني الكبير الموجود حاليا في الاقتصاد بالتخصصات العلمية الطبية الهندسية المالية، هذه كلها تحتاج من الجامعات أن ترفع من مستوى تركيزها على هذه التخصصات. جميل. مع العلم والتقنية الحديثة. عندك تعليق على دكتور محمد؟ أنا يعني كيف أنه النظام يعني الجامعات الجديد يسهم في توجيه التخصصات، وهذا كان هو يعني بدقة أنت ذكرت. لابد أن نعرف بأنه ما ستقدمه الدولة للجامعات سوف يكون على شكل إعانة وليس شكل موازنة، هذه واحدة. النقطة الأخرى، جزء كبير من هذه الإعانة سوف يكون مرتبط بنوعية التخصصات التي تقدمها الجامعات ومدى موائمتها مع سوق العمل. بمعنى أنه قد يكون هناك تخصصات معينة لا يحتاجها السوق، وبالتالي قد لا تحظى بالتمويل الذي ترغب الجامعة من أجل تسيير هذه الكليات، وبالتالي القرار للجامعة هل ترغب في أنها تسير هذه الأقسام أو هذه التخصصات وهي لا تحصل على تمويل. أنا أعتقد أنه لن يكون، هو بيكون في مؤشرات أداء للجامعات ما في شك، وجزء منها يبنى على مخرجاتها وتواجدها مثلا وجودتها في سوق العمل مثلا. بكل تأكيد بكل تأكيد، وأنا أعتقد أنه يعني الكي بي آي يجب أن تنطلق من مجلس الأمنة قبل ما أن احنا يعني نأتي إلى مجلس الجامعات. بالضبط بالضبط، يعني مجلس وعلى هالأساس قصد من تشكيلة اللي تفضل فيها الدكتور أحمد قبل شوي، قصد من توليفة مجلس الأمنة عندما وضع 7 أشخاص لهم الماجوريتي فيه تقريبا من خارج الجامعة، قصد فيه تحقيق الحوكمة المطلوبة الآن. يعني لما تأخذ 3 أو 4 من القطاع الخاص، 3 أو 4 من أصحاب يعني الخبرات في مجال التعليم العالي وهم كلهم من خارج منظومة الجامعة، أنا أعتقد أن هذا كله. طيب يعني دكتور أحمد، يعني الجامعات كان من ضمن الأشياء أنه يعني سيفسح المجال للجامعات العالمية أنها تتواجد وفق ضوابط تحدد، وكذلك العكس أنه جامعاتنا تفتتح لها فروع يعني خارج المملكة. هل يمكن أقول أنه يعني أول شيء بعرف وش الضوابط المتوقعة لدخول الجامعات العالمية عندنا، والأمر الثاني عشان ضيق الوقت أسألك هي وبعد أسألك مرة ثانية، اللي هو جامعاتنا هل يمكن نقول حنا والله يمكن يصير يعني تتواجد جامعات عندكم تجربة في المعاهد العلمية مثلا في جامعة الإمام، لكن فروع الجامعة بشكل عام تكون متواجدة حول العالم؟ والله طبعا بالنسبة لفتح فروع للجامعات الأجنبية داخل المملكة طبعا النظام نص عليها، لكن أنا متأكد أنه مجلس شؤون الجامعات سيضع ضوابط معينة من هي الجامعات اللي يفترض تفتتح ولا على أي أساس وما لذلك، لا يكون هناك بالفعل معايير وآليات محددة، لكن أنا أعتقد أنها حتكون إيجابية إذا بالفعل تم استقطاب يعني جامعات متميزة عالميا وفتحت لها فروع داخل المملكة. طبعا ستسمح بأنه أبنائنا يتعلمون في هذه الجامعات المتميزة، وأيضا ستؤدي إلى ارتفاع درجة التنافسية مع الجامعات المحلية. ستحاول الجامعات المحلية أيضا أنها تتميز، وجود جامعات متميزة مع بعض أنا أعتقد أنه يقودها إلى بس الجامعات هذه أكيد فيها رسوم، وإحنا قلنا جامعة النظام ما في رسوم. النظام طبعا الدكتور محمد تفضل وذكر أنه بالنسبة للتعليم الجامعي النظام لم يتحدث عن أي رسوم فيه، لكنه تحدث عن رسوم في التعليم العالي اللي هو في الدراسات العليا، وأيضا تحدث في اللي هو الدبلومات، وتحدث أيضا فيما يتعلق بالدورات التدريبية وما إلى ذلك اللي ممكن تأخذ شكل التدريب. ففي هناك كذا مجال فيها رسوم، وهذه الجامعات ممكن تستفيد من مثل هذه الرسوم. الجامعات العالمية عندما تفتح بالتأكيد هي ممكن تنافس الجامعات الأهلية إلى حد ما، لكن احنا ما نتمناه هي مخرجات
هذه الجامعات من التعليم لأبنائها، هي مخرجات التعلم، مخرجات التعليم، مدى كفاءة من يتخرج من هذه الجامعات، وكيف ينعكس على اقتصادنا وعلى سوق العمل وعلى التنمية. جميل. فيما يتعلق بالسؤال الآخر، أنه هل تفتح جامعاتنا فروع لها؟ أنا أعتقد أنه هذا ممكن، يعني جامعة الإمام لديها عدد من المعاهد في الخارج، وتستطيع أنها حقيقة أنها تفتح فروع لها، لأنها لها تجربة سابقة، وممكن قريبا أن يكون في أيضا كليات ستفتتح في بعض الدول. أنا أعتقد عندنا جامعات أعتقد أنها قوية في بعض التخصصات، وممكن أنها تبدأ بما حولنا. دكتور، بس خل تتوقع جامعة الإمام تكون من الثلاث جامعات اللي تطبق النظام؟ والله جامعة الإمام هي واحدة من جامعات الوطن، وإذا تم اختيارنا سنكون إن شاء الله مستعدين موفقين لهذه التجربة، وأنا أعتقد أنها تجربة إن شاء الله سنعكس على التعليم العالي. دكتور، أخيرا شيء تبي توصله؟ يمكن أن أنا ما أعطيتك مجال أو الوقت داهمنا، يعني الناس يهمهم الخطوات الجاية، يعني يمكن بشكل كبير يعني حتى يطبق النظام. قبل ما نتحدث عن الخطوات الجاية، أنا ودي هالرومرز اللي قاعدة تصير هالأيام هذه والإشاعات المغرضة اللي يبدو أنها تأتي من خارج البلد، الظاهر ما يعني نتحدث عن نظام، يعني حتى والله وأنا داخل قبل شوي جاني أن سمحت لي يقول هذا النظام سوف يؤدي إلى تحويل الجامعات من حكومية إلى خاصة، سوف يكون دخلها الوحيد من الطلاب، سوف يكون وانت نفيت انه في رسوم طبعا يعني والمكافآت مستمره. المشكله انه اللي مسيطر الان على يعني على خلينا نقول وسائل التواصل هي الاشاعات المغرضه اللي ما لها اساس. اعتقد اليوم وانا اتوقع في طاولتنا انت نفيت من كثير من النقاط. انا وقتي داهمني بس اخيرا نقطه اخر السطر، اهم شيء في نظام الجامعات انه يرفع كفاءه الانفاق على اهم قطاع موجود في التنميه البشريه في البلد، الذي هو قطاع التعليم الذي يستحوذ على ربع الانفاق. 360 370 مليار ريال ميزانيه الجامعات في اخر 10 سنوات، ولكن الانتاجيه هي جزء منهم عاطلين، ومستوى تعليمي لم يتقدم، متباين بين جامعة وجامعة، وانكشاف مهني كما ذكرت لك بتخصصات علمية كبير. فلذلك رفع كفاءة الانفاق تأتي من خلال هذا النظام بالتأكيد. يعني شوف، هي نقلة نستبشر فيها خير. شكرا لكم، الوقت داهمني، واتوقع النظام يحتاج إلى 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 حلقات، ولكن إن شاء الله لعله قبل سريان النظام وفي تطورات مع نكون معكم أول المتابعة. اللي نتمناه فعلا أنه مثل ما قلت يعني المليارات اللي تصرف في التعليم العالي، إن شاء الله يكون عندنا استثمار حقيقي في رأس المال البشري اللي فعلا يسهم في التنمية وتنمية قدرات شبابنا وبناتنا بما يتوائم مع مستهدفات المستقبل في رؤية 2030، وكذلك إن شاء الله الجامعات في دخولها في مجال الشراكات والشركات إنها تصير حتى تدخل عوائد البلد. يعني ياما دول عندها جامعات قاعدة تسهم في إيرادات كبيرة لهذه الدول. حنا قبل ما نبي إيرادات نبي ارتفاع في كفاءة شبابنا وبناتنا اللي يتخرجون بجامعاتنا. نتأمل الشيء الكبير في هذا النظام إن شاء الله. في أمان الله.